بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، سنستأنف مع صفحة رقم 68. في أول صفحة كما نرى عندنا رينفيستير، يعني كالعادة كما نقول استثمار المعارف ثم استثمار المعلومات. إذن أول فقرة كما نرى عندنا جولي دو نوفيل فراز، أنا أقرأ سلافاغ بليغ كما رأينا فيما سبق. جولي أنا أقرأ دو نوفيل فراز، أقرأ جملا جديدة. لا بخونيغ فراز Le ventre du lapin est vide. Le ventre du lapin est vide. يعني بطن الأرنب كيف هو؟ هو فارغ. يعني أن الأرنب جوعان. Le ventre du lapin est vide. ثم عندنا الجملة الثانية. Le lapin ne trouve pas la salade. Le lapin ne trouve pas la salade. الأرنب لم يجد السلطة. إذن le lapin ne trouve pas. Ça le va trouver. إذن لو لابان لا تخوف با لا سالاد، الأرنب لم يجد السلطة. ثم عندنا لا سالاد إي كاشي ديغيير لو فيلو، لا سالاد إي كاشي ديغيير لو فيلو. السلطة كيف هي؟ مخفية. السلطة هي مخفية ديغيير يعني وراء لو فيلو، وراء الدراجة. طبعا الحال ممكن أننا نقول La tortue cache la salade derrière le vélo. السلحفاة تخفي السلطة وراء الدراجة. La tortue cache la salade derrière le vélo. هنا في هذه الجملة اللي عندنا la salade est cachée derrière le vélo، كأنها مبنية للمجهول. ما تنقولوش شكون اللي أخفى هاد السلطة وراء الدراجة. إذا نقول هكذا la salade est cachée derrière le vélo. ثم عندنا لا ديغنييغ فراز، الجملة الأخيرة. لا تورتي فا إي فيان، لا تورتي فا إي فيان، لا تورتي فا. إذن السلحفاة تذهب، هذا لو فيرب ألي يعني فعل ذهب. طبيعة الحال كما تنشوفوا بأن لو فيرب ألي أنه تنتهي بأو إغ، من أول نظرة تبان لينا بحال لا تنتمي للمجموعة الأولى. هاد لو فيرب ألي من أول نظرة تيبان لينا بحال لا تنتمي للمجموعة الأولى. علاش؟ لحقاش المجموعة الأولى ديال الأفعال في اللغة الفرنسية أنها تتنتهي بأو إغ، بحال دابا مارشي، بحال مونجي، بحال باغلي، هادو كلهم أفعال تنتهي بأو إغ، يعني أن الصرف ديالهم بمعنى آخر تيكون ساهل. إلا حفظنا غير الصرف ديال الواحد فيهم تيمكن لينا نطبقوا نفس النهايات ديال هاد الفعل على باقي الأفعال، سواء في الحاضر في البخيزون، سواء مثلا في الماضي نتكلم مثلا عن لو باسي كومبوزي او لامبارفي الى اخره، او سواء تكلمنا عن لو فيتور، لو فيتور سامبل مثلا يعني المستقبل. اذا هذه الافعال اللي تتكون عندها او اغ يمكن اننا نحفظوا فقط الصرف ديال واحد فيهم فد الازمنه ونطبقوا نفس النهايات على كل الافعال الاخرى الا هاد لو فيرب الي اللي تيكون عنده صرف مغاير رغم انه تنتهي بأو إغ على فان. هذاك الشيء علاش ما تيتحسبش من المجموعه الاولى رغم انه تنتهي بأو إغ. مثلا في البريزون تنقولوا جو في، تو فا، إيل فا، نو زالون، فو زالي، إيل فون. تنشوفوا بان هاد الي تترجع لي الحروف ديالو الاصليه الا مع نو او مع فو. في الباقي تنقولوا جو في، تو فا، إيل فا، او مثلا إيل فون مع إيل افيك اس، او إل افيك اس، إل فون، إل فون. يعني هن يذهبن او هم يذهبون. اذا طبعا الحال في البريزون كمثال، اذا هاد لو فيرب الي تيتغير وبالتالي فهو ما تيتصنفش مع المجموعه الاولى. اذا كما تنشوفوا هنا لا تورتي فا اي فيان، يعني ان السلحفاه تذهب اي فيان وتاتي، تذهب وتاتي. طبعا الحال تنتكلموا على لو فيرب فينير، تنتكلموا على فعل جاء، تنتكلموا على لو فيرب فينير وليس غوفينير. تنتكلم على لو فيرب فينير اللي هي جاء وليس غوفينير يعني رجاع. غوفينير بحال تنقولوا عاود جا، ولكن المقصود انه رجاع. اذا تنتكلموا هنا على لو فيرب الي وعلى لو فيرب فينير. اذا لا تورتي فا اي فيان، اذا السلحفاة تذهب وتاتي، يعني انها تتمشي وتجي باش تقلب على شي حاجه. اذا كما قلنا لو فونتر دي لابان اي فيد، لو لابان تخوف با لا سالاد، La salade est cachée derrière le vélo. La tortue va et vient.
Nous passons au deuxième paragraphe, نمر إلى الفقرة الثانية. Vrai ou faux. Vrai ou faux. صحيح أو خطأ. إذا سنرى هذه الجمل التالية. واش صحيحة أو خاطئة. طبيعة الحال تبعا لهذ الجمل اللي قرينا قبلا. يعني تبعا لهذا النص الصغير اللي فيه ربع الجمل. الجملة الأولى. Nous prenons la première phrase. La salade est cachée derrière la maison. La salade est cachée derrière la maison. Est-ce que c'est vrai ou faux? هل هي صحيحة أم خاطئة؟ كنا قد رأينا le ventre du lapin est vide. Le lapin ne trouve pas la salade. La salade est cachée derrière le vélo. إذن عندنا la salade est cachée derrière le vélo. وليس la salade est cachée derrière la maison. الذي رأيناه la salade est cachée derrière le vélo. السلطة مخفية وراء الدراجة. الجملة الجديدة اللي عندنا هنا الجملة A. La phrase A. شنو عندنا؟ عندنا la salade est cachée derrière la maison. يعني أن السلطة مخفية وراء المنزل. وهذا خطأ. إذن nous passons à la deuxième phrase. نمر إلى الجملة الثانية. La tortue court. La tortue court. السلحفاة تجري. طبيعة الحال تنتكلمو هنا على لو فيرب كورير. كورير يعني جرى. لا تورتي كور. السلحفاة تجري. إذن نعود للجمل الأربعة. كنا قد رأينا لو فونتخ دي لابان إي فيد. لو لابان نو تخوف با لا سالاد. لا سالاد إي كاشي ديغيغ لو فيلو. لا تورتي فا إي فيان. إذن ما عندناش لا تورتي كور كما رأينا الآن. إذن لا فخاز بي إي فوس. الجملة ب خاطئة تماما كالجملة أ. لا فخاز ب إي فوس. نو باسون أ لا تخوازيام فخاز. لا فخاز سي. لو لابان تخوف لا سالاد. لو لابان تخوف لا سالاد. الأرنب يجد ماشي بحال اللي شفنا قبل. لو لابان نو تخوف با لا سالاد. إذا عندنا هنا لو لابان تخوف لا سالاد. يعني الأرنب يجد السلطة. إذا نقارن هاد الجملة مع الجمل الأربعة. Le ventre du lapin est vide. Le lapin ne trouve pas la salade. إذن الجملة خاطئة. كما قلنا بأننا رأينا le lapin ne trouve pas la salade. الأرنب لم يجد السلطة. لكن في الجملة السي عندنا le lapin trouve la salade. يعني الأرنب يجد السلطة. Nous passons à la dernière phrase. Qu'est-ce qu'on a? On a le lapin ne trouve pas la salade. إذن أعتقد بأن الجملة صحيحة. لو لابان نو تخوف با لا سالاد. الأرنب لم يجد السلطة. إذا نتأكد من هذا. لو فونتخ دي لابان إي فيد. لو لابان نو تخوف با لا سالاد. إذا الجملة صحيحة. نو بخونو لو تخوازيام باراغراف. نأخذ الفقرة الثالثة. جو مي لي سيلاب دون لوغدر بور لير لي مو. جو مي أنا أضع. بطبيعة الحال تنتكلمو هنا على لو فيرب ميتر. لو فيرب ميتر يعني وضع. تيقول لك الاستاذ مثلا ميطي بوستيلو. باعوا اقلامكم. اذا جو مي انا اضع لي سيلاب. جو مي لي سيلاب انا اضع المقاطع اللفظيه دون لوغدر بور لير لي مو. انا اضع المقاطع الصوتيه في ترتيب دون لوغدر في ترتيب بور لير. إذن أنا أضع هذه المقاطع اللفظية في ترتيب من أجل ماذا؟ pour lire. من أجل قراءة. قراءة ماذا؟ pour lire les mots. من أجل قراءة الكلمات. طبيعة الحال الكلمات التي سأحصل عليها. بمعنى آخر نرى الخانة الأولى. ماذا عندنا؟ عندنا vent. V-E-N تنطق vent. ثم عندنا T-R-E تنطق تخ. ما هي الكلمة المتحصل عليها من vent ثم تخ؟ إذن ما هي الكلمة التي سنحصل عليها من هاد المقطعين اللفظيين؟ هل سنحصل مثلا على تخوفون؟ تخوفون. إذن سنحصل على كلمة فونتخ. 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 إذن عندنا مقطعين لفظيين. من المقطعين اللفظيين غنحصلوا على كلمة فونتخ اللي هي البطن. ثم نمر إلى الخانة الثانية وفيها ثلاثة مقاطع لفظية. عندنا سي أو التي تنطق كو. ثم عندنا ال او ل. ثم عندنا اي.
إذن أشنا هي الكلمة اللي غنحصلوا عليها من خلال هاد المقاطع اللفظية الثلاث؟ إذن طبعا الحال سنحصل على كلمات أكل 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 يعني مدرسة. ثم نمر إلى الخانة الأخيرة وعندنا ثلاثة مقاطع لفظية. إذن عدنا فوا، ثم عدنا أغ، ثم عدنا تي. أي كلمة سنحصل عليها من خلال هد المقاطع اللفظية الثلاث؟ إذن طبعا الحال الكلمة هي، هل سنقول مثلا فواتي؟ طبعا الحال الكلمة هي فواتير، فواتير يعني سيارة. إذن بقيت الفقرة الأخيرة، عندنا جاي خيسيو مونكي، أنا أكتب على دفتري. إذن سنكتب طبعا الحال الحرف في، في كما نرى مينيسكول طبعا الحال، في صغيرة، ثم عندنا في أ، فا. مثلا نقول إلفا، هو يذهب. إذن على أين هنا عندنا سيلاب، عندنا إن سيلاب يعني مقطع لفظي ينطق دفعة واحدة، في أ تنطق فا. ثم عندنا لو فيلو، ثم عندنا كلمة لو فيلو، لو فيلو يعني الدراجة، لو فيلو، لو فيلو. ثم عندنا الحرف أي، ثم الحرف أي الأولى أو أكسون إيغي، الثانية أو أكسون غاف. الأولى كما قلنا بطبيعة الحال تنطق قصيرة بدون مد، أما الثانية فيكون فيها بعض المد. إذا عندنا أي أي، مثلا لي لي، أو لي 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 لي، تماما كما في مثال كلمة أنيليف أنيليف يعني تلميذ. أنيليف الأولى لا يكون فيها مد، الثانية يكون فيها بعض المد مقارنة مع الأولى. أنيليف أنيليف. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.